خليني اخذ لك كذا مقاطع عشان حاكمك مضبوط. ناخذ المقطع رقم 2 يا شباب. فرحته امام الهلال في الدور الاول وكلمه نشوفها. مع فريق الهلال وفتح الستير يشوفون الهلال. وش قصه هذه انا بلنتاوي؟ هذه يعني البعض منهم قالوا انه السهلاوي عودنا ما ينزل الاستفزاز الجمهور، لكن ذا المرة كان كذا الطريق. لا بالعكس، أنا ما استفزت أي جمهور في السعودية، يعني أكل الاحترام تقدر كل جماهير الأندية السعودية. بالعكس أتوقع السؤال هذا توجهه للناس اللي قالوا أن أنا استفزيتهم. بالعكس أنا ما استفزيتهم. إذا في أحد ضايق منها فأتوقع أنت كنت تبغى تقول للناس أني أنا برضو أسجل شيء غير بلنتي، مو بس بلنتيات. لا أنا كنت أقول يعني انه هدف بلنتي، يعني ايا كان انه هدف الاول والاخير، يعني اللي يزعل من كلمه بلنتي وانه يتسجل منه هدف طيب سكلت. نروح